بالرغم ان القولون العصب بتعبني عشان ما اتكلمش، بس انا ما بخافش ومش هستسلم، وهتكلم عن اسباب القولون العصبي. مبدئيا مفيش سبب محدد مسؤول عن القولون العصبي، لكن العلماء بيقولوا ان في عدة عوامل ونظريات قد تكون او بعضها او كلها هي السبب. اولا انقباضات الامعاء. بص بقى يا سيدي، في طبقة من العضلات بتغلف جدار الامعاء، ودي مسؤولة عن الانقباضات عشان تعصر الطعام بعد امتصاصه ويخرج بصورة طبيعية، ولو ما تعصرش هيقف مكانه. الطبيعي ان الانقباض او العصر ده بيكون متناسق وطبيعي عند كل الناس، لكن مريض القولون العصبي بيكون عنده قوة الانقباضات دي احيانا اكبر من الطبيعي، وبالتالي بيحصل مغص وانتفاخ واسهال، او احيانا قوة العصر دي بتكون اقل من الطبيعي فبيحصل امساك ومغص وغثات برضه. ثانيا الجهاز العصبي. الطبيعي ان في اعصاب موجودة بتربط ما بين الامعاء وبين المخ، تخيل كده السلك بيوصل ما بينهم، والطبيعي ان في اشارة بتمشي او تنتقل خلال العصب ده في تناسق ما بينهم، واحد بيبعت للتاني اشارة او يتصل والتاني يستقبل ويرد على الاشارة. الو، ايوه مين؟ انا القولون يا ابني. اهلا، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله يا عم المخ، بعتلك السلام، وبيقولوا لك هم امتصوا الفايدة من الاكل والفيتامينات والمعادن وعايزين يتخلصوا من الباقي. حاضر، يلا ابدأ في العصر والانقباض بصورة طبيعية. حول، يلا باي قولونه، باي مخه. اللي بيحصل عند مريض القولون العصبي ان التناسق ده بيحصل فيه لخبطة ومبالغة في ردة الفعل من القولون، نتيجة ان الاعصاب اصبحت حساسة جدا، فبقى بيتصل على الفاضية وعلى المليان. الو الو، ايوه يا قولون، ده وقت حد يتصل فيه؟ انا كنت مريح شويه بعد الاكل. معلش بقى، انت عارف يا مخ مش هتصل بيك الا في الشديد قوي. انا اتنفخت يا مخ، كرش اتنفخ وعمال اعصر لوحدي كاني برقص والدنيا هيصه. طيب يا قولون، اجري على التويلت بسرعه عشان ترتاح، انت بعد ما بقيت حساس وانا ما بقيتش عارف اسيطر عليك خالص. طيب يا مخ، انا اروح بقى على التويلت عشان مش قادر خالص، انا قلت بس استاذنك. اوكي يلا باي يا مخ. باي قولون يا حبيبي، باي حب، سلام سلام. والنظرية الثالثة بتقول ان في خلايا مناعية اكتر من الطبيعي موجودة في امعاء مريض القولون العصبي، هي اللي بتسبب الاعراض دي. والنظرية الرابعة بتقول ان بعد عدوى شديدة، بعد ما يحصل اسهال شديد نتيجة بكتيريا او فيروس، ممكن بعدها يجي القولون العصبي، كمان ممكن يحصل نتيجة زيادة نمو البكتيريا الضارة في القولون. والنظرية الخامسة البكتيريا النافعة او المايكروفلورا، بيعيش في الجهاز الهضمي عندنا بكتيريا نافعة وجودها في الجسم عشان يحميه ويحافظ عليه. مرضى القولون العصبي عندهم خلل في عدد البكتيريا دي، ودي كانت بعض النظريات عن اسباب القولون العصبي، وفي الفيديو الجاي هنتكلم عن الحلول ان شاء الله. وياريت تشاركونا في الكومنتس امتى ابتدى معاكم القولون العصبي. بقولك ايه يا مخ، قول للناس تعمل لايك وشير وسبسكرايب بقى. سلام.